في برضو يا جماعة من ضمن الحاجات اللي عندنا هنا في حاجة اسمها راديشن دوم، راديشن كالا دوم، وفي ماشي خلينا نعمل دي الأول. لو مثلا عايز اظهر القبه بتاعه السحاب مثلا بتاع السماء عشان اعرف بالظبط اكتر اشعاع شمس هيكون جاي من انهي منطقه في السماء بالظبط عشان اجي اوجه المبنى في الاتجاه الصحيح، خلاص؟ فبعمل اللي هي راديشن كالا دوم. من ضمن المدخلات بتاعتها حاجه اسمها سيلكتد سكاي ماتريكس، سيلكتد سكاي ماتريكس لازم ادخل له الماتريكس بتاعه السماء نفسها اللي هي كل نقطه في السماء بالظبط قيمه الاشعاع الشمس عندها كام. فهنلاحظ ان هنا برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده في البلجن في القائمه بتاعه الفيجوالايز هنلاحظ ان في حاجه اسمها ايه ليدي باج سيلكت سكاي ماتريكس. فايه ادخلها هنا كده؟ طيب السيلكت سكاي ماتريكس نفسها من ضمن مدخلاتها ايه الكوميوليتيف سكاي ماتريكس، حاجه اسمها الكوميوليتيف سكاي ماتريكس برضو هدخلها من هنا برضو. نلاحظ ان في حاجه اسمها كوميوليتيف سكاي ماتريكس. الكوميوليتيف سكاي ماتريكس نفسها بتاخد بقى ايه؟ بتاخد الاي بي دبليو فايل نفسه. فهمسك الاي بي دبليو فايل اللي انا جبته من هنا في الاول خالص قبل ما ادخله على الامبورت، هدخله هنا كده. ولازم اعمل الاول ايه؟ رانت هنا كده بحيث ان هو بيبدا يحسب الماتريكس بتاعت السماء. العملية دي يا جماعة بتستخدم أكتر في إن أنا مثلا لو عندي خلايا شمسية وعايز أوجهها مثلا في اتجاه أكتر نقطة إشعاع أو أكتر درجة إشعاع، فباخد الفيكتور نفسه بتاع الراديشن أعلى راديشن وببدأ إيه أوجه الخلايا الشمسية في الاتجاه ده. برضه هعمل لازم أعمل رانت برضه للراديشن دوم، وطبعا لحد دلوقتي مفيش حاجة ظهرت. تمام، بمجرد ما عملت كده هنلاحظ ايه؟ ان ظهر دلوقتي ظهر لي القبه السماويه اللي هي بتحسب بالظبط يعني درجه الاشعاع في كل نقطه في خلال قبه السماء يعني. تمام، يعني لو المبنى بتاعي دلوقتي المفروض جوه القبه ديت هيبقى المفروض ايه؟ لو في خلايا شمسيه او حاجه ببدا اوجهها ناحيه في الاتجاه ده كده. تمام، يعني مش هتلاحظ ان هو مش في الجنوب بالظبط، يعني مايل شويه ناحيه الشمال كده. تمام، النقطه ديت هي نقطه اعلى اشعاع شمسي، اعلى درجه اشعاع اللي هي بوجه ناحيتها الخلايا الشمسيه او انا مثلا بعمل حمايه للمبنى نفسه من عندها يعني. تمام، في عندي طبعا ايه الفيكتور، لو انا عايز احصل على الفيكتور نفسه بتاع او المتجه بتاع اعلى نقطه اشعاع شمسي هلاحظ ان هي الماكسيمم راديشن فيكتور اللي هي موجوده هنا. ببدا اعمل مثلا فيجوالايز للفيكتور ده، هعمل فيكتور ديسبلاي والانكر بوينت هتكون هي نقطة. تمام، طب هخفي بقى هخفي الدوم نفسها، هعمل بريفيو للدوم، يعني هو ده المفروض ايه؟ ده المتجه، بس طبعا هكبره، المفروض اضربه في سكيل وعكس الاتجاه بتاعه عشان يبقى مظبوط يعني. خلاص، نفس الكلام هعمل بوينت عشان برضو انقل القبة ديت، انقلها في جنب شوية، سيت 1 بوينت وبختار النقطة ديت، باجي هنا بحدد السنتر بوينت اخلي الموقع بتاع القبه ديت يختلف يعني. ماشي يا جماعه، في عندنا برضو حاجات خاصه بالسماء برضو، لو انا عايز احسب مثلا الاضاءه نفسها بتاعه السماء، لو انا مثلا عايز اصمم الاضاءه الطبيعيه، فان انا بعمل ايه حاجه اسمها السكاي دوم بحيث ان انا بحسب بالظبط قيمه اشعاع الاضاءه نفسها بقى يعني في خلال كل نقطه في السماء يعني. يعتبر دي تقريبا اغلب الحاجات اللي موجوده في اظهار البيانات المناخيه يعني. تمام، انا ممكن طبعا اعمل اظهار للبيانات في خلال شهريا يعني. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل في الليدي باج 3 دي تشارت، عرفنا ازاي نعمل لكل ساعه في السنه نحسب درجه يعني درجه الحراره والرطوبه النسبيه والبيانات كلها في خلال كل ساعه. انا ممكن اعمل نفس الموضوع في خلال ايه؟ باجي من هنا كده بختار ليدي باج مانثلي بار تشارت، باجي بقى الانبوت داتا اللي هي بدخل فيها مثلا وليكن عايز احسب درجات الحراره او عايز اظهر درجات الحراره، فادخل بدخلها في الانبوت داتا. بنلاحظ ان هو عمل ايه هنا؟ بدا يظهر لي البيانات لكل شهر.